تقولش عليا بسدي بطل الحرامية. اطلع يا شعب ما تقولش عليا بسدي بطل الحرامية. اطلع يا شعب ما تقولش عليا بسدي بطل الحرامية. اطلع يا شعب ما تقولش عليا. ثورة ضد العامري. ثورة ضد الخدعلي. ثورة ثورة ضد العامري. ثورة ضد الخدعلي. ثورة. اهلا بكم في برنامجكم صوتكم، نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم حول اخر المستجدات على الساحه العراقيه. وفي البدايه نوجه عنايه الساده المشاهدين الكرام الى ان التردد الجديد لقناه الرافدين الفضائيه هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط اجهزه الاستقبال على التردد الجديد. نتحدث اليوم عن موضوع موازنه 2021، وين المواطن من هذه الموازنة. صوت مجلس الوزراء على موازنة عام 2021 يوم الاثنين، وبحسب بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن المجلس صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الاثنين الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. وفقا لمسولة قانون الموازنة الاتحادية لعام 21 المسربة، فقد تضمنت عجزا تجاوز 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولار للبرميل، بمعدل تصدير 3,250,000 برميل يوميا. طبعا مثل ما يعرف الجميع بأن حكومة الكاظمي ومن خلال البنك المركزي خفضت قيمة صرف الدينار مقابل الدولار بشكل كبير لتقليل قيمة الإنفاق الحكومي. وكما أشرنا يبلغ حجم موازنة العراق لعام 2021 بحسب النسخة التي سربت مسودتها من البرلمان أكثر من 150 تريليون دينار عراقي، أي أكثر من 100 مليار دولار أمريكي. طبعاً مبلغ يعتبر كبيراً، خاصة وأن الكثير توقعوا بأن تكون موازنة هذا العام الذي شهد في العراق صعوبات مالية كبيرة أكثر تحفظاً. الموازنة جاءت بعجز مالي كبير نسبياً، وصل إلى أكثر من 58 تريليون دينار عراقي، أي أكثر من ثلث حجم الموازنة التي يصرف العراق الجزء الأكبر منها تحت عنوان النفقات التشغيلية، وهي الرواتب والمخصصات ونفقات تشغيل دوائر الدولة. خصصت الموازنة أكثر من 2 تريليون دينار و 400 مليار لنفقات هيئة الحج الشعبي، ينتمي جزء كبير منهم إلى ميليشيات مدعومة من قبل إيران كميليشيات بدر والعصائب وحزب الله وآخرون. تزيد موازنة الحشد لوحدها ما يعادل مجموع موازنات وزارات العدل والخارجية والثقافة والموارد المائية والتخطيط والنقل مجتمعة، كما تزيد موازنة الحشد على موازنة وزارة التربية، تقل قليلا عن موازنة وزارة الصحة وتقارب الموازنة المخصصة لمحافظة بغداد، وتزيد على موازنات محافظات نينوى وذي قار والنجف والديوانية مجتمعة. لكن أعلى وزارة عراقية من حيث الإنفاق بعد وزارة المالية كانت وزارة الداخلية اللي تجاوزت نفقاتها 8 تريليون دينار، تليها الدفاع بنحو 6 تريليون دينار، ثم العمل والصحة تريليون دينار. معنا اتصال. نعم، معنا اتصال أبو أحمد من الرمادي. أبو أحمد، أن تكون الموازنة أكثر من 100 مليار دولار وبنفس الوقت هناك عجز في هذه الموازنة خصصت للوزارات ودون الإشارة إلى وظائف جديدة، دون الإشارة إلى مبالغ تخصص للمحافظات المدمرة، دون توفير فرص عمل جديدة للخريجين، شلون نشوف موازنة عام 2021؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بك. موضوع الموازنة هو مؤامرة جديدة، يعني
يعني ما تخفى أو تخفى على العراقيين الشرطاء، هاي الموازنة هي عبارة عن مؤامرة، وهي المؤامرة على عبارة شنو؟ وهو تسليح الحشد الشعبي، يعني شبه المخفية. يعني الموازنة لم تعلن كاملة، يعني ما تعلن لحد الآن، ما أعلنت يعني كاملة بأنه تخصيصات العلمان وعلمان وعلمان، يعني هاي الأمور أكو أمور مخفية، وهي تسليح الحشد الشعبي. لا، والموازنة الأكثر من عندها يعني يعني اقتطاع الأكثر هو للحشد الشعبي الميليشيات. إذن الأمر الواضح يعني هناك لا. مبالغ طائلة للتسليح. زين، إحنا الناس ما لاقية تأكل، وعندنا أزمة اقتصادية، وعندنا خفض بقيمة الدينار العراقي، والخريجين بعشرات الألوف ما لاقين وظائف. زين، إحنا شنو ما عندنا سلاح حتى نشتري سلاح النوب؟ أخي، هو بلد بنى على قتل وسلب ونهب. يعني هاي بلد، يعني مو ماكو حكومة حكمة حتى شلون نقول نعتب أنه لا، هو أمر قلت لك متفق عليه، أكو مؤامرة، والمؤامرة شنو؟ لإقامة يعني شلون نقول اشتعال حرب داخل العراق. يعني حتى حاليا دا أشوف على التلفزيون عصابة الحق تهدد، يعني علني، يعني تقول احنا جماعة قيس خز علي، واحنا يعني تهديدات كاملة على القناة العربية، على القنوات الموجودة كاملة. أخي العزيز، هم لا فكروا بالنازحين اللي رجعوا. يعني تدري أنت أموال النازحين اللي رجعوا للمحافظات الهجمت، يعني أكثر الناس اللي استلمت يعني سلموا ممكن وجبتين والباقي ما هو حاليا نزلوا وجبة، وأنا اللي افتهمتها أكثر الأسماء وهمية، يعني الأسماء اللي نازلة بدارة الهجرة وهمية. إعمار المدن اللي هدمت بمؤامرة، اللي يقولون تحرير وهو تدمير المدن، دمروها وحطموها، ما صرفوا دينار واحد. منظمات أمريكية ما أدري أوروبية اللي حاليا يعني تتبرع مباني بسيطة أو قنوات أو يعني تعرف أنت. فأكوهم والهاي الناس النازحين والعاطلين على العمل. وزير المالية نفسه هو قال بعد ماكو أي موظفين يعاتبون. والله ليش العراق بكذا مليون موظف؟ ماكو بلد بيها قد يابا. مو أنتوا جوعتوا الشعب كله، زين أنتوا ليش أنتوا وظفتوا هذا الحشد الشعبي؟ يعني أكثر من عدد الجيش. حشد الشعبي شنو فائدة حاليًا؟ يعني إحنا قاعدين 24 ساعة نحارب، شنو يعني 24 ساعة عشان يسلح؟ زين، هم يقول بحسب أرقام الحكومة وهيئة الحشد يقولون احنا عندنا تقريبا يمكن 150 ألف عنصر في الحشد الشعبي. زين، اذا احنا قسنا، بس اذا تسمح لي، 150 ألف، هذه 150 ألف مقابلها اذا عدينا وزارات العدل والخارجية والثقافة والموارد المائية والتخطيط والنقل، اضعاف هذا العدد. شلون هنا ميزانيتهم أكثر من هذه الوزارات؟ يعني كم وزارة؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ست وزارات مجتمعة. أخوي العزيز، يعني شلون نقدر نفسره؟ معقولة كل هذا المبالغ راح يطوها رواتب للحشد؟ لا، أكو باب ثاني أخوي. لا، بين واضح الشغلة. يعني إيران وين تروح؟ إيران فلست وقعدت، لمن يحاولونها الإيران؟ يعني أنت لازم مصدق او تعرفون هذا الامر، مليون ونص متقاعد ايراني يستلم رواتب من العراق. زين، هاي الميزانيه اللي قلت تعادل ثلاث وزارات للحشد الميليشياوي. هو الحشد يعني هل قد موجود اسمه؟ هل انه صحيح 150 الف؟ لا، كذا هو معروف الامر، معروف بانه هاي الاموال وهاي الفلوس يتحول لايران. زين، انتم تقولون احنا مفلسين، شعب يعني بلد لازم نستغرب، والموظفين ما لهم رواتب، او ما نقدر بعد نسوي هيك وبعد، يعني ما تعرف. كل من يحكي شكل، وزير يحكي، المالي يحكي شكل، رئيس وزراء يحكي شكل، البرلمان يحكي على الرمادي كلام. طبعا احنا بنتحدث ونقول هذه الوزاره او حتى الحشد، يعني احنا مو ضد احتساب رواتب للموظفين، ولكن هناك تناقض بالارقام. يعني ما معقوله اذا احتسبنا انه 150 الف بالحشد، موازنتهم أكثر من ست وزارات، وهذه الست وزارات يمكن كل وزارة بها موظفين يعادلون هذا الرقم، هذا العدد من الموظفين أو أكثر، ربما الضعف.
فإذا جمعناهم ذن الوزارات أكثر من 500 ألف موظف ممكن يطلع بيهم، فهنا مخصصي لهم ميزانية عادل 6 وزارات. فهذا يطرح التساؤل. طبعا الوقف السني والوقف الشيعي هم كذلك أرقام خيالية. زين، غير هذه الوقف السني أو الشيعي يمول تمويل ذاتي، وإذا عنده عجز يمول من قبل موازنة الدولة. خاما كلها أنت من الميزانية وأنت عندك إيرادات، وين الإيرادات مال الأوقاف؟ وين ده تروح؟ المن منو ده ياخذها؟ علاء من بغداد، تفضل علاء. أستاذ عمر الله يساعدك، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. احنا خلينا نحكي الموضوع الشافي. يعني نعم. احنا لحد الان كلامنا دائما خارج القلب. بما انه انت تتحدث عن الموازنه، نعم، 21 و20 و19 و18 و17 الى 2003، نعم، هذول استاذ كلهم يجوي مشروع اسرائيلي امبريالي صهيوني. الو، اسمعك اخي علاء، اسمعني. نعم، هذول يجوي مشروع لقطم ظهر العراق ولتدمير العراق، ما يجوي اللي يبنون العراق. ولهذا خلنا نحكي من المنطلق، احنا ليش نفندور ونذبح على عاتق فلان وفلان وفلان؟ هذه الاحزاب التسعه اللي دخلت في مستهل الدستور اللي كتب في عام 98. أنا عندي حديث آخر حول إيران وأمريكا الآن. الآن أنا سبقا قلت للأستاذ محمد عبر فضائيتكم، نعم، قلت له إيران ستضرب في نهاية عام 2020، قلت له سجلها علي، هذا مثبت عندكم، مثبت، وأنا هذا الحديث قبل 7 أشهر حكيت له. نعرف التوقيتات، انا عندي استنتاجات سياسيه. احنا خلينا نحكي سياسه، خلينا نحكي هذول من وراهم، ماذا جاءوا ليدمر العراق؟ هذا الهدف، مو هدف انه الايرادات انباقت لفلان حزب لفلان. هذول نعم، هو هذا احد اوجه هدم العراق وهدم المواطن العراقي. نعم استاذ، خلينا نفهم شعبنا النايم. نعم، هذا النايم اللي ما يفهم الماء ما يمشي من جواه. هذول قوة تدميرية جت من علاوي المالكي غير كلهم ذولا باقوا تريليونات المليارات عبروها للخارج مال الشعب هذا المسكين اللي ما لاقي له لقمة فلافل ياكلها. هذول السفلة اللي قطموا ظهر العراق. أنا عدة لقاءات عندي وياكم وهذا الموضوع كله حاكي. أما الآن أحكي لك الآن إنه إيران سيقطم ظهرها عن قريب العاجل، والعراق عليه أن يعترف العراقيين. أنا رسالتي اللي يسمعني، عليه أن يعترف بالمسيح شركاء حقيقيين بالعراق، واليهود شركاء حقيقيين بالعراق. ذولا أصل العراق. إحنا ناس جينا من جزيرة العربية، جينا قبل 1400 سنة، هم صاروا لهم قبل عشرات آلاف السنين. هاي أرضهم، علينا أن نتعايش بالسلم، علينا أن لا نستبيع مثل ما استباح صلاح الدين الأيوبي القدس أورشليم. صلاح الدين الأيوبي استباح القدس. احنا جاب صلاح الدين على موضوعنا اخي العزيز. لا مو احنا، انت هذا ربطك، هذا ربطك التاريخي مو محله. استاذ انت احكي لك اخي لا مو انت دع توقع في مغالطات. اول شيء تقول نوضح للناس، الرافدين صار لها اكثر من 14 سنة تتكلم بهذا الخطاب وهذا الامر الواقع في العراق. اما انه احنا نربط شيء تاريخي مو صحيح، حتى كلامك مو صحيح. شنو الاستباحه؟ لا 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 لا، شنو الاستباحه اللي وقعت؟ لا استاذ ارجوك، شنو الاستباحه اللي وقعت؟ نربط لك تاريخ. يعني هو سبع بيت المقدس فتح من زمن سيدنا عمر، وجت الحمله الصليبيه وقتلت الناس واحتلت الناس. شلون استباح؟ لا لا لا، في
في انت اذا تتكلم على موضوع مسيحيين العراق بس اذا تسمح لي احنا اخي علاء اخي علاء انا من احكي لك اخي علاء بس اسمح لي انا مسلم ماشي على العين من اين تكون ديانتك على العين وعلى الراس ما لي علاقه بس اقصد احنا اذا تكلمنا على موضوع مسيحيي العراق من اللي هجرهم مو من 2003 بدا التهجير والتغيير الديموغرافي حتى ياخذون املاكهم ببغداد وغير بغداد هسه ايه احنا ليش انت استاذ عمر واني وغيره كنا نعرف ان هجرهم من قتلهم نعرف ان ابادهم ذول الورود العراق اللي اذيناهم ودمرناهم وهجرناهم ما لهم ذنب ذولا ما لهم ذنب والظلم وقع على اغلب العراقيين يعني لم يقتصر اللي وقفنا وقع الظلم على 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 المسيحيين وقع الظلم على اليزيديين وقع الظلم على السنه وقع الظلم على الشيعة على الشعب على الشعب وقع الظلم اللي هسه تسع محافظات اللي وين هي التسع محافظات اللي لا خدمات لا شعبها جوعان هم ذولا جو مشروع أخي مشروع إمبريالي تحت غطاء إيراني مشروع إمبريالي تحت غطاء إيراني لتدمير العراق لتمزيقه ومزقوه وحققوا ذولا ممثلين أستاذ عمر وانت سيد العارفين أنا من أحكي لك بحرارة مو أنه إحنا نجي نجامل على حساب انه ابدا نحن هنا في الرافدين من جامل معروف لا مو فاهمك انا فاهمك نعم القنوات مو من حضرتك نعم انا احكي عن القنوات اللي تلتقي وهسه سيادتك تلاحظ القنوات تلتقي بكل الاعضاء البرلمانيين ويحكوا على الفساد وعلى سرقه اموال من باقي امي جت من المقبره باقت العراق من باقي العراق هم نفسهم دي يطلعون وكأنما الفضائية بثابة محكمة ودي يبرون نفسهم ودي يأخذون قرار التبرئة ودائما احنا نقول الجماعة احنا الجماعة في ان كانوا اعضاء برلمان ولا وزراء ولا مسؤولين احنا ما نقصر منهم بس التصريحات نعم اخي على اني اشكرك واعتذر عن المقاطعه عن اكو اتصالات احمد من العمارة تفضل احمد وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا بك هني قناة الرافدين هاي البطلة أم المقاومة الفاسدة أهلا وسهلا بك وافتخر بها والله نعم أخي أحمد صوتك مو واضح نحكي لك عليه مو من أهل العرب نعم والله هذول أهل حكومة العميلة والأحزاب العميلة المعممين المخنفين اخي احمد اكو مشكله بالصوت اذا 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 انت معلي التلفزيون فنصيلي الاخير نصيلي الاخير والله شويه تليفوني قطع شويه مو زين والله نعم والله بس انا الاقي لك اشكرك على هاي القناه هاي وعلى هاي القناه الاخيره وكرامه نعم وان شاء الله ظالي نعم أنا أشكرك أخي أحمد من العمارة كان معنا طبعا الخبير الاقتصادي جلال لفتة يتحدث عن موضوع الموازنة ويقول بأن تخصيص هذه المبالغ الكبيرة للتسليح والدفاع كان يجب أن يراجع من قبل الحكومة لأن من غير المنطقي يقول صرف مليارات الدولارات على التسليح في وقت هناك أزمة مالية كهذه الأزمة ويضيف بأن العراق ليس في فترة حرب حاليا وجهود مكافحة داعشية استخباراتية بطبيعتها كما أن إنعاش الاقتصاد هو أفضل طريقة لضمان عدم عودة التطرف كما صرح لموقع الحرة ويلفت إلى أن مسودة الموازنة تحتوي على تريليون دينار كنفقات تشغيلية للوقفين الشيعي والسني أضاف بأن الأوقاف يجب أن تمول ذاتيا من وارداتها وليس من المنطقي صرف هذه الأموال عليها من موازنة الدولة فيما لا تخصص لمحافظات مدمرة كمحافظة نينوى مثل هذه المبالغ معنا اتصال صباح من بغداد تفضل صباح أستاذ عمر
اهلا وسهلا بك. يا هلا بك. بالنسبه للميزانيه مال 2021 يعني احنا نعرف الحشد اللي يسمونه حشد مقدس يعني اللي شكل فتوى مرجعيه من النجف، المفروض هسه بالمرجعيه وخطباء الجمعه اللي موجودين هم جاي يديرون البلد كله، المفروض بيهم يحلون الحشد، يحلون الحشد الميليشياوي، يقول له انتهى دورك، يعني انقضى على داعش وتم تحرير كل المناطق وحاليا العراق مستقر امنيا، يعني ماكو، بس هم اللي اهل الكواتم والخطف والقتل هاي يسيطر عليها من قبل الاجهزه الامنيه ومن قبل وزاره الدفاع والداخليه. اما الحشد، بقاء الحشد لحد الان هذا اذيه للاقتصاد العراقي، يعني ما بي فايده، لان احنا نعرف المرجعيه من شكلت شكلت الغايات بعيده، احنا نعرفها الغايات الخبيثه نقدر نسميها، المفروض بيها هسه هم تفتي بحل الحشد وخليه تحت الاحتياط، اذا يعني اضطر الامر الى استدعائه مره ثانيه عود يستدعونه. اما حاليا العراق جاي يمر بازمه اقتصاديه ماليه قويه جدا اخي صباح، والحكومه تدعي للتقشف. المشكله مو بصرف رواتب عناصر الحشد، عندنا مشكلتين، المشكله هناك ميليشيات مرتبطه وهي الميليشيات الكبيره المنضويه تحت رايه الحشد تابعة إلى إيران وتأخذ من ميزانية الدولة وتنفذ أوامر إيران، والمشكلة الثانية بأنه الموازنة لا تتناسب مع العدد اللي موجود إن كان رواتب ولا نفقات تشغيلية، يعني هيئة الحشد موازنتها تعادل 6 وزارات في العراق، هذه المشكلة. يعني إحنا نكيف هسه الشباب الخريج، الشباب اللي يخدم البلد عنده وظيفة، خلينا نكون واقعيين في ظل هذا الوضع، لكن هناك مشكلة طبعا إن كان في هيئة الحشد ولا الوقف السني ولا الشيعي ولا الوزارات، يعني هناك يقول لك إحنا ما عدنا، يخصص أكثر من 100 مليار، وظائف ماكو، زين أنت الموازنة غير بها وظائف جديدة درجات وظيفية، زين غير بها إعادة إعمار، غير بها بناء بنية تحتية حقيقية، لو رقم ينحط فحتى نكون بالصورة. نعم استاذ عمر، صدقني الحشد 90% منا حاليا الموجودين هسه هو حشد ولائي، وبالذات القيادات من اللي جاي تيره، يعني نعرف احنا من قياداتهم ولائهم المن، فالحشد هسه احنا الازمه الماليه اللي جاي مر به العراق مو مال صرف على حشد، حشد مو جهه رسميه ولا حتى الشعب ولا هن بالجنوب ولا الاكراد ولا السنه معترفين بان الحشد جهه رسميه، لان هم يقول لك احنا فوق السلطه، فوق الدفاع والداخليه والاجهزه الامنيه، فالمفروض بيهم من قاتل داعش ينطوي تحت خيمه وزاره الداخليه ووزاره الدفاع اللي قاتل داعش، اما البقيه ما راح يقبلون ان يصير تحت سيطره وزير دفاع ووزير داخليه، لا الفياض ولا ابو فدك ولا هذا العامري، فهذول يعتبرون عبء، فالمسؤول عنهم الاول والاخير هي اللي فتوى اصدرت بتشكيلهم، هذا واحد. اثنين، المفروض بالكتل السياسية الموجودة بالبرلمان والكتل اللي محسوبة على السنة المفروض بيهم ما يمررون هيك موازنة، لأن أولا احنا نشوف الجانب الأيمن بالموصل وبيجي وديالة وجرف الصخر وأطراف من الأنبار وغيرها وحزام بغداد طارمية والمشاهدة جاي تعاني، كلها مهجرين وكلها مغيبين وكلهم كلهم بيوتهم اتدمرت من جراء الحرب هاي اللي يسموها حرب تحرير وهي حرب تخريب بالنسبة لمناطق السنة. أخي صباح، شو احنا ما سمعنا لا بهاي الموازنة ولا قبلها ولا قبلها، وإذا حكينا عن هاي بالذات وهم يقولون بأن هناك أزمة اقتصادية، وبالفعل هناك أزمة اقتصادية بسبب فسادهم طبعا وتضييعهم لأموال العراق، ليش ما سمعنا هناك ترشيد بنفقات الرئاسات الثلاث؟ نعم أستاذ عمر، بس أريد أوضح لك الفكرة، إن الكتل الموجودة اللي محسوبة إن بالبرلمان المفروض بيها ما تمرر هيك موازنة خالية من أعمار المناطق المدمرة أو الموضوع المخيمات اللي ما حد يعرف مصيرهم شنو، مخيمات بكل العراق، احنا بلد الخيرات، المفروض بالبرلمانيين الموجودين اللي يقول انا مستقل، واغلبيتهم ياها تيجي تحكي وياه يقول لك انا مستقل، واحنا نعرفهم كلهم تابعين الى احزاب ولا قاده كتل، سواء نور المالكي وهادي العامري وحيدر العبادي ومحمد الحلبوسي وصالح المطلق، كلهم ذول هم يأتمرون بامر قاده الكتل البرلمانيين. فبالنسبه للميزانيات السابقه ما حد عرف من عندها اي شيء طبعا، ولا خلوهم ميزانية استثمارية في سبيل استثمروا هاي الأموال اللي راح تجيهم 100 مليار دولار وغيرها في مشاريع وطنية
تدر مستقبلا رسوم او ضريبه او فوائد او ارباح او تصدير خارج العراق. ما تفكرت الدوله في بناء بنيه تحتيه من مصانع قويه في سبيل هم يد عامله للناس اللي قاعده على الطالب الطاله، وهم تخدم البلد وتعبر الدوله في يعني خطوه للامام في وزاره الصناعه او وزاره الكهرباء او الزراعه وغيرها، كلها عفوها. يعني وزاره الزراعه المفروض حاليا تدعم من قبل الحكومه والميزانيه اللي اقروها، المفروض أنا أشكرك صباح. اشكرك صباح من بغداد كان معنا ابو اسد من البصره، تفضل ابو اسد. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا طيب الشريف، أهلا وسهلا بك. شلونكم عين؟ الله يسلمك ويخليك ويحفظك. الله يبارك فيك. شلون شفت مشروع الموازنة اللي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء أكثر من 100 مليار دولار؟ لقيت فد حصة للمواطن، للخريج، للبناء، إعادة المدن المدمرة، لترشيد نفقات الرئاسات الثلاث؟ لا دولة متى ما محسوب. العفو، نعم، دولة متى ما محسوب عليهم، دولة محسوبين. العفو، متى اسمع صوتك؟ اسمعك انا واضح ابو اسد. اي عيني استاذ عمر، الموازنة اللي قررها البرلمان، يعني الحشد عنده هسه عندهم يعني الحصة الأكبر بالموازنة. احنا شو مستفادين من الحشد؟ زين احنا اذا وضح لك السؤال، ابو الهول من الفتوى الجهاد الكفائي، الفتوى وقفت. زين دول من غير ينضمون الى من يضموهم للداخلية للدفاع، دولة أقوى من الدولة، مفصلين أقوى من الدولة، على أي أساس أصرف الماني ميزانية؟ على أي أساس؟ ما يحكي أبو الهول، يحكي صريح، أنت جبتهم لازم أنت تحلهم يا أبو الهول. قاعد بالنجف بس الصريح أنت ورا بعضك. بس هو يعني مو بيده أبو الهول. بيد عمامة، بيد خوالة بقوم وبطهران يتعمرون بيه. أبو الهول ترى ماكو. اسمعني استاذ، اسمعك. اي ابو الهول ماكو، يعني اسمع ابو الهول. واضح كلامي استاذ؟ اسمعك ابو اسد، اسمعك. اي نعم نعم نعم، الموازنه عيني هسه، هاي الموازنه لا تخص الرئاسات الثلاثه ولا الحشيد ولا الوزراء ولا رئاسه الجمهوريه، تخص بس الفقير. نعم، قبل 30 سنة ما سامعين احنا موازنة، اكو ما سامعين الدولة تسوي الموازنة وتعطي للوزارات وتصرف وتبني وتعمر، ما سامعين اسم موازنة. من جو دول الحضارة قام يسوي طلعت اسم موازنة. لا هو الموازنات موجودة بكل الدول، يعني من المستحيل انه ماكو موازنة سنوية. لازم ما كنا نسمع بيها. ما كنا نسمع بيها، صحيح ولا لا؟ بس هسه كنا نسمع موازنة وهالقد حصة فلان. نعم، أنا أشكرك أبو أسد من البصرة كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. Yeah.
اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو راشد من عمان. تفضل ابو راشد. تحيه لك يا اخي. اهلا وسهلا بك المحترمين. يا هلا بك، حياك الله. طال عمرك بالنسبه حق الموازنه، انا راح اتطرق الى عامل مهم وهو طريقه الاحتلال الامريكي بعد الدراسه. صار لها 17 سنه او 18 سنه بدون سياسي ولا اقتصادي في العراق، في مواصل الى حتى الان طال عمرك بمعادله الاموال العراقيه المنهوكه. زين، اذا كان ترامب الان في خلاف مع ايران، يجب ان حجز الاموال الايرانيه اللي في الخارج تحول الى الميزانيه العراقيه. وللعلم يعني ان الحكومه العراقيه الان كلها تتدخل في المواضيع في الموضوع الايراني طال عمرك، حتى حقاني اليوم تتدخل في الحشد الشعبي في الغواصه خلال 3 ايام موجود في العراق الان. نعم. انا اشكرك ابو راشد من عمان كان معنا. طبعا يطالب العراقيون بترشيد الانفاق الحكومي والتركيز على تعظيم الواردات، لكن هذا الأمر يبدو صعبا بسبب انخفاض أسعار النفط العالمي وقلة الطلب عليه، واحتساب وتم احتساب الموازنة لسعر تخميني لبرميل النفط بما يعادل 42 دولار للبرميل الواحد، وهو أقل من قيمته الحالية التي تجاوزت 50 دولارا. قبل ما نكمل نريد نقرأ رسائل على الواتساب. وصلتنا رسالة يقول فيها أبو عمار من الأنبار، يقول فيها السلام عليكم أستاذ عمر. يقول أنا يا أبو عمار من الأنبار نطلب من قناتكم الشريفة توصل صوتنا إلى محمد الحلبوسي اللي تعهدنا بمعتقلي الرزازة. كل ما يجي على الأنبار نطالبه بالمعتقلين يقول بعيني وماكو ليش دولة مو أهله وإخوانا، إحنا والله العظيم ما بقى عندنا صبر، هاي صار لهم 6 سنوات وما نعرف مصيرهم وين. رسالة أخرى من أم كرار تقول السلام عليكم. أم كرار من بغداد تقول زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل ولغاية الآن ما نعرف عنهم شيء، كل ما نروح ما يطونا الصدق. تقول والله زوجي كان مريض غدد سرطانية وأولادي بعدهم صغار، والله ما عدنا غير الله وهم، وتحياتي لكم، الله يفرج عن كل بريء. رسالة يقول السلام عليكم أخي المحترم، أنا يوم كيان من بغداد، زوجي معتقل ومحكوم 15 سنة وعندنا تنازل من المشتكي، وأنا امرأة لا حول ولا قوة إلا بالله، والحكومة نزلت قرار جديد النزيل يدفع على اليوم 20,000 دينار، يعني أنا إذا امرأة وعندي 7 أطفال منين نجيب لهم باليوم 20؟ إحنا 20، إحنا نطالب بالعفو العام. طبعا اليوم صندوق النقد الدولي وجه تحذير إلى العراق بشأن سياسته المالية وطالب بإجراء إصلاحات عميقة. رئيس بعثة الصندوق الدولي تويكر ميرزويف قال بأن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط الحاد تسبب بتفاقم الضعف الاقتصادي في العراق، ولا بد من إجراء إصلاحات واسعة للحفاظ على استقرار الاقتصاد. أوضح بأن الإصلاحات ضرورية لضمان توسيع الحيز المالي وإعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ووضع الأساس لنمو أعلى غني بفرص العمل ويحتوي الجميع على المدى المتوسط. مركز أبحاث سترات فور قال بأن خفض قيمة العملة العراقية لن يساعد في حل مشكلة ارتفاع الأسعار والتضخم. وأوضح المركز بأن بقاء القطاع العام في العراق كأكبر جهة توظيف مع تهميش القطاع الخاص يدمر القطاعات الإنتاجية ويدفع الحكومة إلى تطبيق التقاعد القسري وحجب الوظائف. أضاف المركز بأن خفض قيمة العملة سيسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد، خاصة بأن العراق يستورد كل بضائعه ولا يملك بدائل، واعتبر بأن البلاد بحاجة إلى إنشاء قاعدة مالية ثابتة عبر تحسين الحوكمة وإصلاح الخدمات وتنمية القطاع الخاص. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. شو أستاذ عمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله يا أستاذ عمر بالنسبة للموازنة، نعم، أشوف المواطن مفلس من عجل. شو بيه المواطن؟ الموازنة راح شوفوا الموازنة راح تتوزع بين الميليشيات بين الانتخابات بهالمسميات هذه، والمواطن حط الفلاس. نعم. ألو. وياك. نعم. فال
شوف يعني للاسف الشديد هالمسميات هذه راح ما نشوف او احنا يعني بسرعه كبلد كشعب ما نشوف اي انجاز واي مشاريع تخص الشعب، راح كلها تتوزع بهالمسميات هذه اللي 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 ما تجيب للوطن اي ناتج. فنسال الله ان يصلح البلاد ويصلح العباد. وشكرا لك. أشكرك عبد الرزاق من بابل كان معنا. طبعا لجنة النزاهة النيابية كشفت عن خسائر يومية للبنك المركزي العراقي تزيد على 20 مليار دينار كل يومية. يخسر البنك المركزي العراقي 20 مليار دينار، قال تذهب أرباحا إلى المصارف. وأشارت إلى أن صمت البنك المركزي لا يفسر بحسن نية. وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي بأن هناك 5 تجار يقودهم رجل أعمال هم وراء احتكار الدولار في السوق العراقية ومن ثم ضخه والتلاعب بالأسعار. أشار إلى أن البنك المركزي يعجز عن السيطرة على ذلك. وأوضح الجشعمي بأن السيولة النقدية جراء أرباح الدولار في مزاد بيع العملة لدى التجار 5 تعادل مبيعات البنك في مزاد العملة 5 أيام. يعني بالله عليكم يومية 20 مليار دينار بس تضيع من بيع العملة ويقول لك ما عندنا فلوس. يعني هاي 20 مليار إذا نحسبها 20 يوم بالشهر إيش قد تطلع؟ كل 5 أيام تصير 200 تصير 20 قلنا 20 يعني 100 مليار كل شهر. كل 5 أيام 100 مليار بالشهر نقسمها على 4 نقول مثلا العطلة جمعة وسبت ماكو بيع يعني إيش قد 400 مليار دينار عراقي بالشهر ده تروح بجيوب الفاسدين وبجيوب الأحزاب وبجيوب الميليشيات ومنها ما يذهب إلى إيران مثل ما بعض الوثائق تحدثت عن ذلك. يعني بس هذا باب البيع العملة لهؤلاء يفتح أبواب للخريجين، يفتح أبواب للاستثمار، يفتح أبواب لإعادة الإعمار. بس ما عندنا احنا حكومة حقيقية وما عندنا دولة تقود البلد بشكل صحيح منذ العام 2003. رسالة على الواتساب نقراها من أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم، بعد التحية للجميع سيد عمر، أي موازنة تتحدث عنها؟ هذه الموازنة كسابقاتها العراق وشعبه لن يستفيد من اقتصاده. الموازنة المقررة سرقة قانونية أمام أنظار الشعب وتقسم على رئاسات الفساد الثلاث، الجمهورية والبرلمان ورئاسة الوزراء، لا خير في شعيط ومعيط كما يقول لقيادة دولة العراق ووزارة التجارة خير شاهد ودليل. لم تستطع تأمين كيلو طحين وبطل زيت للشعب وثلاثة أرباع الشعب نايم كما يقول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يقول السلام عليكم، يجب الاستمرار في التبليغ ضد المحتلين وعملائهم وفضحهم أمام العالم حتى نخطو خطوة نحو النصر. طبعا العراقيون في ظل خفض قيمة الدينار وكذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار والأزمة الاقتصادية ووظائف ماكو، يعني يشعرون بالغضب الشديد تجاه السياسات الحكومية الخاطئة بشأن الأزمة المالية في البلاد. لم تعمل القرارات الحكومية إلا على ضرر المواطن العراقي بشكل عام، لا سيما بعد قرار خفض قيمة الدينار العراقي وإقرار الحكومة موازنة 2021 بعجز مالي يصل إلى 58 تريليون دينار عراقي كما تحدثنا. طبعا كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب الحالي أعلنت عن عزم حكومة كردستان العراق تشكيل وفد سياسي لزيارة بغداد قبل إقرار الموازنة للعام 2021 بهدف تسوية الخلافات المالية بين الجانبين. عضو الاتحاد فائق يزيدي قال بأن حكومة كردستان مستمرة بالحوار مع بغداد وهناك تقارب بوجهات النظر، لافتا إلى أن هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل على أن تكون حصة الإقليم 12
12.60% بالموازنة العامة، وأضاف بأن قانون تمويل أو 12.6 بأن قانون تمويل العجز المالي لم يبقى أو يبقي عليه سوى يبقى عليه سوى أيام وينتهي العمل به، وأكد بأنه لا يوجد مبلغ أو وقت محدد لقيام بغداد بإرسال الأموال إلى أربيل. معنا اتصال أبو عبيدة من الموصل، تفضل أبو عبيدة. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا. شلونك؟ يا هلا بك. الله يبارك بك على المواضيع الشيقة. الله يسلمك ويخليك ويحفظك، هذا واجب. والله يا أستاذ عمر أي موازنة هاي اللي يسوونها؟ نعم. هذه موازنة بس لهم للحشود وللأحزاب. نعم. هذه الأعمار بخلي يعمرونها للموصل أفتح خلي يعمرونها، وين فلوسها؟ شو من باب يقول لك ما عندنا، ومن باب يسوون موازنة بأكثر من 100 مليار دولار ويحددون ويخصصون للوقف الشيعي والسني والحشد مبالغ كبيرة جدا. والله أستاذ عمر هي إذا قالوا على الوقف الشيعي وإذا على الوقف السني، قبل فترة عندنا منطقة في النبي ونس منطقة هذه للوقف الشيعي. نعم. يحرقوها ورجعوا هسه قاعد يعوضون الناس، شلون يعوضهم شيء ولا شيء؟ هذا يقول اني مشتري غرار بسبع ملايين، وهذا يقول بثلاثين مليون وخمسطعش مليون. يعني اكو مناطق ست ارباعها للمناطق السنيه ضمن المناطق اللي بالموصل المحرره انزاحت اراضي والله هذه الوقف الشيعي. زين الجانب الايمن اكو كان بيوقف شيعي؟ ولا اكو كان وقف شيعي؟ اخذوا اراضي ضموها لهم. زين هسه انتم قاعد تحكون عن موازنه، الموازنه الفلوس اللي قاعد تروح كلها لهم للاحزاب. زين ابو عبيده هاي المناطق اللي اخذها الوقف الشيعي شنو ذني؟ يعني مثلا ساحات متروكه لو شنو؟ نعم 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 تابعه للبلديه. تابعه للبلديه؟ نعم. واكو اراضي، اكو اراضي نعم. تابعه للدوله. يعني اكو مناطق قاموا بلطوها وجابوا حقلوا بيها، وهذه للجمعيات، هذه كذا، هذه. واني قد مره سال الشخص قال احنا قررنا خمس سنين وانه نعطيكم سندات، عبرة الخمس سنين راح يدعون بالسندات، قالوا ماكو، لا تحكي لهم حكيات، ترى اللي يحكي لهم بتو. زين اكيد هذا المحافظ اللي وقع لهم. طبعا من عجل. ايه. استاذ عمر حتى اذا محافظ وضع رئيس مجلس محافظه وضع غيره، الاحزاب مسيطره على المحافظه كلها. نعم. يعني هسه تعال فوت انت براحتك بكل دوائر الدوله ما تقدر كلك حاسبك، بس من يفوت واحد من الميليشيات قبل تدوا لك حي. هذا يحكون عن الموازنة، موازنة عجل يستقطعون من رواتب الموظفين من حق المسكين، فينطونا لهم من هذه الفلوس تروح كل لهم. تبدي اكو ناس هسه على الدولار هذه تهزت. يعني اكو ناس قامت كانت قبل ثلاث وجبات تاكل، هسه تاكل وجبه واحده وتنام. ليش الفقير دا ينام هيك؟ نعم. زين ابو عبيده خلينا 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 اسالك سؤال، انت من موصل. اذا حكينا من رجعتوا بال 2017 18 19 وهاي 20 الموازنات ذني هاي مال الأربع سنين وإحنا داخلين على الخامسة 21. نعم. شبنت الحكومة؟ وش عمرت والمنطة التعويض؟ أستاذ العزيز أقسم لك بالله التعويض صار للقرى والأرياف اللي قاموا يوقفوا لهم قتل نص يحمون. نعم. والمسكين اللي تضرر ضمن الجانب الأيمن هذي ترى شوفها خرابة، وترى اللي بنوها من جهة الجسر العتيق وليفوا الأهالي بنتها. من اللي بناه؟ بيناتهم الاهالي هم بنوها، كل من يقول لك هذا محلي انا دبناه وبعد فيه نعم. يعيش ومن يعوضه؟ من يعوضه؟ حسب ما نسمع انه تنضرب بيت النص، انه مثل ما انت تفضلت اللي عنده نعم. امكانيه يبني محله يبني بيته، والمنظمات نعم نعم زين نعم ضمن المنظمات. زين شغل المحافظه وين؟ شغل الوزارات وين؟ وينه؟ استاذ العزيز اي موازنات الله يرحمه لك، اني حين ضمن المواصفه اجيب هسه عجيب ابو البلديه يبلط لي شارع قدامي. نعم. والناس الفقيره ماكو. وين الموازنات؟ وينها؟ شارع القوير اللي يطلع على طريق اربيل وبين يربط اربيل ومخمور والموصل، هذا شارع مخصص له 40 مليار، وينها؟ ضربونا حطوهم بجي وبطلعوا. كل من يجي مقاول هذا اخذ بيت النص، هذا اخذ بيت الربع، هذا وانطق هسه وطلع. نعم. يا اخوي يا استاذ العزيز هي موازنه، موازنه يستعد يرفعون من رواتب الموظفين اللي عنده من المليون وفوق، ايش مليون وفوق؟ لا استاذ استاذ تبع الحدود. نعم.
أنا أشكرك أبو عبيدة من الموصل كان معنا. أم حسين من صلاح الدين، تفضل أم حسين. أم حسين تسمعيني؟ نعم تفضل. يعني أحب أشارك بالبرنامج. تفضل يعني، أنت على الهواء مباشرة، تفضلي. والله بالنسبة للمؤذنة لو الله يفضح علينا أحسن. شلون؟ أتى وأن الله بس يفضح علينا أحسن، الله سبحانه وتعالى موجود ونعم بالله، الله يعني يفضح علينا أحسن. المدنة ارتاح والله، الله موجود. يعني أم حسين أنت تدعين بال الله يفرج عنا لو شلون؟ ما بس شلون؟ أنت دعيتي دعوة، شنو دعائك كان؟ ما فهمته. إيه دا يعني بالنسبة للموازنة يعني نعم. الله يعني موجود يعني ناظر علينا يساعدنا بأن يمشي أمرنا، سهل أمرنا. آمين. نعم. اي والله، وما وقع غير الفقرة بها، وقعنا الفقرة آمين. الموعدها ونعم بالله، مو صحيح؟ نعم نعم. احنا بيت ما عندنا بالنسبة لعائلتي لعائلتي مرجوعة إلي. أنا أبويا شهيد، أخويا مختلف، كل شيء ما حصلنا كل شيء ما حصلنا، المشي بهالمعاملة وما أدري ويش تبعي، وكل شيء ما حصلنا. الله يعينكم والله يفرج عنكم وعن جميع العراقيين. أنا أشكرك أم حسين من صلاح الدين كانت معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.